بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، أيها الحفل الكريم، نحييكم لنتواصل معكم عبر الهواء مباشرة في يوم ختام هذا المهرجان الكبير. مهرجان سجل نجاحات متعددة فاقت كل المعايير والمقاييس، بمنافسات قوية شهدها هذا الميدان بدءا من تاريخ 19 من هذا الشهر وصولا إلى هذا اليوم الأربعاء الموافق 30 من شهر ديسمبر عام 2015 للميلاد. منافسات قوية وأحداث يشهدها هذا الميدان في هذا اليوم، مع منافسات هجن أبناء الخليج في سن الثنايا البكار وأيضا القعدان. بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، أينما كنتم تبدأ مسيرة انطلاقة الأشواط القوية، حيث سنبتدئ معكم في هذا التحدي بدءا من الشوط الخامس وصولا إلى الشوط الثاني عشر. بعد ذلك سنستأنف منافسات انطلاقات أشواط الرموز، حيث سنتوقف قبلها لأداء فريضة صلاة العصر، وبعد صلاة العصر بإذن الله سنكون معكم حاضرين ومتابعين لأشواط الرموز. هذا هو يوم من أيام الكبار، يوم من أيام هذه الرياضة، يوم فيه التحدي، يوم فيه الجهد يبذل، ويوم فيه العزائم هنا كبيرة مثل كبر هذه الشعارات وهذه الأسماء. هذا هو الشوط الأول إذن ينطلق على بركة الله وتوفيقه. رصدت لهذا الشوط جائزة عينية عبارة عن نيسان بترول ستيشن T3 مقدم للفائز بالمركز الأول، إضافة إلى جوائز نقدية من المركز الثاني وحتى المركز العاشر. أبدأ مع حربة من تترأس هذا الاجتماع، حربة إذن على رأس الحربة تحتل المركز الأول بشعار سالم بن جابر بن محسن الجربوعي. أما المركز الثاني فهو تابع الدوحة بقيادة شعار حمد بن غانم بن سلطان الهديفي، يضمر الدوحة سعيد بن عبيد بن رشدان المري. المركز الثالث هنا نتابع من تحتل المركز الثالث واسمها حدث. حدث إذن هي من تحتل المركز الثالث لسيد مبارك بن محمد بن أحمد بن شملان الفلاحي، وفي المركز الرابع عنيدة لسيد محمد بن فهيد بن بيشان العجمي، وفي المركز الخامس نجد العمالة للسيد عبد الله بن محمد بن سعيد بن شفيع المري. هذه نتيجتنا للمراكز الخمسة الأولى. يا سلام، مسافتنا هي 8 كيلومترات، مسافة للكبار، وفي يوم الكبار سيظهر الكبار، سيقدمون أسماءهم الكبيرة، سيقدمون أيضا خبرتهم الكبيرة وعصارة جهدهم وأفكارهم التي رافقوا هذه الرياضة من خلالها وتوصلوا إلى خلاصة هذا العمل من جهد وتدبير. عودة إلى المقدمة، عودة إلى حربة. الله يا حربة، تخوض هذه الحرب الشرسة ولكنها حرب من أجل الحفاظ على هذه الرياضة، حرب مستمرة هنا من المنافسات الشريفة بين أبناء الخليج يتنافسون على حب هذا الرياضة، على حب هذه الرياضة وعلى حب هذا الموروث. حربة على المركز الأول، سالم بن جابر بن محسن الجربوعي المري يقدم لنا حربة، وهو دائما يقدم لنا الأسماء العملاقة كالقاضية وغيرها من الأسماء الكبيرة. حرب على الصدارة. المركز الثاني، الله يا الدوحة، الدوحة تحتل المركز الثاني، وأيضا شعارها شعار عملاق وكبير، شعار السيد حمد بن غانم الهديفي. يا سلام، هذا
هذا هو ممثل منطقة معيذر ويريد أيضا أن يهدي لهم فوز هذا الشوط. والسلامات بالتالي لكم يا أهل المعيذر. إن واصلت الدوحة هذا العطاء واقتربت من المركز الأول يضمر الدوحة أيضا مضمر عملاق سعيد بن عبيد بن رشدان المري المركز الثالث. بدأت حدث أيضا في صناعتها للحدث تقترب من المركز الثاني حدث للسيد مبارك بن محمد بن أحمد بن شملان الفلاحي ضيف عزيز قادم لنا من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. فنرحب بكل الضيوف الأعزاء. المركز الرابع أيضا ضيفة قادمة من المملكة العربية السعودية الشقيقة هذا هو بن بيشان اللي هي الدكتورة اذا في المركز الرابع للسيد عبد الله بن حمد بن محمد الرزق العجمي ينطلق شعاره على المركز الرابع. وفي المركز الخامس العمالة عبد الله بن محمد بن سعيد بن شفيع المري. نتيجتنا اذا انهيناها للمراكز الخمسة الاولى في ندائنا الثاني. وكلما عدنا بعد ان نختتم النداء نجد بان حرب ما زالت في المركز الأول. هذه حرب إذن. وهذا هو بن جبران يقدمها على الصدارة. وفي المركز الأول حربة على رقبتها الرقم واحد وهي الآن في المركز رقم واحد. حربة للسيد سالم بن جابر بن محسن الجربوعي المري. يا سلام يا حربة. وهل ستواصل حربة على هذا المنوال حتى خط النهاية؟ إن واصلت على هذا المنوال وعلى هذا الأداء فإن السيارة ستكون باسم حربة وستكون أيضا ملكيتها وشهادة حيازتها للسيد سالم بن جابر بن محسن الجربوعي المري. يا سلام يا حربة على هذا التقدم وعلى هذا الانفراد الكبير. لا يضايقها أحد على مستوى المركز الأول في راحة تامة تتكيف مع أجواء الصدارة. المركز الثاني حدث تغيرت أيضا مجريات المركز الثاني وحدث الآن انطلقت من المركز الثالث إلى المركز الثاني وهي أيضا تشد الهمة من أجل الوصول إلى مكانة حربة. إذن المركز الثاني حدث للسيد مبارك بن محمد بن أحمد بن شملان الفلاحي. وبالمناسبة حربة عليها الرقم واحد وحدث عليها الرقم اثنين وتلك في المركز الأول وهذه في المركز الثاني. نأخذ المركز الثالث وأجد هنا الدوحة تحتل المركز الثالث للسيد حمد بن غانم بن سلطان الهديفي الكواري ويضمر الدوحة سعيد بن عبيد بن رشدان المري. المركز الرابع الآن وصلت رونق وتقدمت رونق برونقها الجميل سالم بن راشد بن غدير الكتبي يقدم رونق التي تسللت الآن لتخطف المركز الثالث. أما المركز الرابع فهنا أرى التقدم إلى الخزنة اسم جديد أيضا ينضم كما انضمت إلينا رونق. انطلقت الخزنة. يا سلام الخزنة. إذن عامر بن حمد بن محمد بن عفصان المنصوري يقدم لنا هذه الخزنة. خزنة فيها الأصالة خزنة فيها العطاء. كم الرقم السري يا بن حضيرم؟ رقم الخزنة بنقول رقم الخزنة واحد. لا مو بستة وعشرين. ستة وعشرين على رقبتها. لا مو باثنين ستة ستة. رقم الخزنة واحد. بغيت انها مو صدر برقم واحد. وخلك مع المركز الاول يا راعي الخزنة. اعود الى الصدارة. اعود الى المقدمة. اعود هناك الى حربة. وان سئلنا عن موقعنا الان فسنجيب قائلين تبقى على خط النهاية 3 كيلومترات 3000 متر فيها ما فيها من المنافسة وعليها ما عليها
من التحدي وبها ما بها من منافسة. هنا تدور بين الشعارات الكبيرة، هناك حربة، اصمد يا راعي حربة، أنت الآن في موقع ممتاز، في موقع مميز، في موقع الشرف، في موقع الفخر والسودد. هذه حربة إذن على المركز الأول، قطعت 5 كيلومترات وأكثر وهي على المركز الأول، ولم يتبقى على خط النهاية إلا أقل من 3 كيلومترات. ومالك أيضا مالك خبير ومالك ماهر، مضمر بارع، يعرف كيفية المسايرة مع هذه الأمتار ومجارات أيضا المنافسين بضغطهم المستمر. حرب على المركز الأول، سالم بن جابر بن محسن الجربوعي المري، ولكن حدث، بدأت الآن تنطلق وبدأت أيضا تعبر عن نيتها الصريحة، عن قوة إمكانياتها. في المركز الثاني بدأت تقلص الأمتار، أعلنت أيضا على أنها قادمة من أجل المركز الأول. هذه حدث مبارك بن محمد بن أحمد بن شملال الفلاحي، وفي المركز الثالث الخزنة. يا سلام يا الخزنة، الخزنة ما شاء الله انطلاقتها قوية وحضورها حضور ممتاز. عامر بن حمد بن عفصان المنصوري أيضا اسم كبير في عالم السباقات. أما المركز الرابع يتقدم هنا بن جهويل حمد بن محمد بن سالم بن جهويل، شعار أيضا كبير وعملاق يقدم لنا العنود في المركز الرابع ورونق. على المركز الخامس سالم بن راشد بن غدير الكبي يتقدم مع رونق. في المركز الخامس أعود إلى الصدارة، أعود إلى حربة التي الآن تفتتح مشاهدين الكرام ومتابعين الأعزاء. ربما 1500 متر لو نصف الكيلو على خط النهاية، وحربة ما زالت على رأس الحربة، ما زالت تقدم لنا هذا المستوى الكبير، هذا العطاء المميز، عطاء لا حدود له. يا سلام يا حربة، سالم بن جابر بن محسن الجربوعي يقدم لنا حربة على المركز الأول، حدث في المركز الثاني تريد صناعة الحدث. سالم بن دري الفلاحي أيضا يرشح لنا حربة. من انطلقت في المركز الأول؟ هذا العطاء عطاء لا يكون إلا من الكبار، وهي كبيرة في أدائها، في حضورها، في شكلها، في أدائها. الكيلو الأخير، كيلو تبقى على خط النهاية يا مالك حربة، ولكن أرى الخزنة، الخزنة بدأت الآن، بدأت في الانطلاق. عامر بن حمد بن عفصان المنصوري دفع به الخزنة، دفع بها من أجل الصدارة، من أجل المركز الأول. ولكن حربة منذ أن ابتدأنا هذا الشوط، منذ المتر الأول وهي صامدة صمود الجبال السود، صمود المنصة الرئيسية التي بانت الآن ولاحت في الأفق القريب. يا سلام يا سلام، إذا حرب على الصدارة، حرب على المركز الأول. يقترب الجربوعي، يقترب سالم بن جابر بن محسن الجربوعي من تسجيل النقطة الأولى، من تسجيل النقطة الأولى يقترب، لكنه لم يحسم الموقف بعد، لأن الأمان، لا أمان في ميدان التحدي، حيث الهجوم المتكرر، حيث الضغط المستمر من بقية الشعارات، من بقية الأسماء. الخزنة بدأت تقترب. عامر بن حمد بن عفصان المنصوري أطلق العنان للخزنة، ولكن حربة على المركز الأول، عليها الرقم واحد، وتنشد الرقم واحد، تنشد المركز الأول، تنشد الفوز، تنشد الناموس. يا سلام يا سلام، سلام الشحاني، يا سلام، سلام بن جبران، سلام، سلام مالك حربة، سالم بن جابر بن محسن الجربوعي المري على انتصاره مع حربة التي كانت على رأس الحربة من البداية. وبن دري مشكور بعد، يستاهل تهانينا والناموس لبن جبران على فوز حربة بالمركز الأول. المركز الثاني الخزنة للسيد عامر بن حمد بن عفصال المنصوري، المركز الثالث حدث للسيد مبارك بن محمد بن أحمد بن شملان الفلاحي، المركز الرابع كان المركز الرابع من نصيب رونق لسالم بن راشد بن غدير الكتبي، والمركز الخامس جاءت فيه مزنة للسيد مبارك بن محمد بن علي بن محمد بن حيدان. مشاهدينا الكرام، أيها الحفل الكريم، هكذا إذن
استطاعت حربة أن تظفر بناموس الشوط الأول مسجلة توقيتا زمنيا قدره 12 دقيقة 42 ثانية جزء من الثانية. تهانينا لسالم بن جابر بن محسن الجربوعي المري على فوز حربة بالمركز الأول. المركز الثاني كان من نصيب الخزنة التي حلت في المرتبة الثانية توقيتها الزمني 12 دقيقة 48 ثانية أربعة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للسيد عامر بن حمد بن عفصان المنصوري. المركز الثالث جاءت في حدث وتوقيتها 12 دقيقة 49 ثانية سبعة أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد مبارك بن محمد بن أحمد بن شملان الفلاحي. شوط ينطلق آخر وأنقل الكلمة فيه والميكروفون للزميل سالم بن سعيد بن حضيرم الكتبي. شكرا للزميل سعد بن متلع العتيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم مشاهدين الكرام سلام.